أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2016 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2016. العربية فابريكا بالكامل من الداخل وأيضا من الخارج. الموتور بحالة ممتازة، وكمان آلات الجر بتاعت العربية بحالة ممتازة جدا. العربية فيها طقم عدة كاملة، ممكن التفاوض على السعر ولكن بسيط. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2016. سعر العربية 220,000 جنيه. سعر العربية 220,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-22-65-91-19. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-22-65-91-19. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.